السنة اللي فاتت زي الأيام دي أخدت قرار مهم جدا في حياتي، إن أنا استقلت من شغلي وقررت إن أنا أسيب دبي وأرجع مصر. ومن اليوم اللي سافرت فيه وخلال سفرياتي طول السنة كنت دايما بتسأل من أي حد بيقابلني أنت هتعمل إيه في مصر غير اليوتيوب. في فيديو النهاردة قررت أجاوب على جزء كبير من الإجابة دي. السلام عليكم مرة أخرى، محمد الهادي يتحدث إليكم. أهلا بكم في سوشيمي بايكي، وهو ده المكان اللي احنا بنفتحه او الريستورانت اللي احنا بنفتحه اللي اتكلمت عليه الفيديو اللي فات، ولكن خلونا ايه نتحرك كده نبعد عن الدوشه ونكمل كلام. طبعا اللقطات اللي احنا شفناها من الفيديوهات القديمه دي والقرار اللي انا خدته عشان ارجع مصر ده كان قرار، يعني لو حد راح على الفيديو القديم وشاف الكومنتات هتلاقي كومنتات كتير جدا بتهاجم وناس معترضه وناس يقول لك ازاي حد يعمل كده، حد يسيب الشغل وحد يسيب حتى بلد كامله ويسيبها وينزل وكل الكلام ده. وانا ساعتها اتكلمت في كذا نقطه، قلت ان انا اولا يعني عايز اكون قريب من اهلي، ثانيا ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي كيوتيوب وحاجه لنفسي كبزنس. فدايما كانت ناس تقعد تسال طب انت هتعمل ايه، طب انت بتعمل ايه، طب كل الكلام ده. فحاجه زي اللي احنا فيها دي يعني احنا شغالين بقالنا سنه من يوم ما انا جيت مصر من شهر 12 اللي فات لغايه دلوقتي واحنا شغالين في الموضوع، ولكن الموضوع طبعا اتاخر كتير جدا بسبب حوارات الكورونا والقلق اللي حصل في العالم كله مش عندنا بس. فالمول نفسه عطل وكل حاجه، لان المول اللي احنا فيه ده مول جديد والريستورانت طبعا يعني ده اول برانش لينا، عمرنا ما عملنا ريستورانت قبل كده. فكل الحاجات دي اخرت الموضوع شويه لغايه الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا ان شاء الله قدامنا اقل من شهر على افتتاح المكان. وعشان كده يعني قررت ان انا اعمل الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه. انا كنت ناوي اعمل فيديو يوم الافتتاح واعلن الموضوع وخلاص، ولكن قررت ان انا اشارك معاكم القصه من واحنا شغالين دلوقتي بنشطف في المكان لغايه بقى المرحله بتاعه التيم نفسه بتاع المكان وهو بيتجمع والتريننج، وان احنا بنجرب رولات جديده للسوشي، لان احنا المطعم بتاعنا ده مطعم سوشي. ممكن اعرفكم كمان على السوشي نفسه ويبقى فيه كده زي حاجات تيست الناس بتيجي تدوق الحاجات الجديده اللي معموله وناخد راي ناس كتير. وبعد كده يوم الافتتاح بقى، وبعد كده اقول لكم ايه تنورونا في المكان. فالموضوع يعني ليه قصه كبيره جدا. طبعا المكان مش بتاعي، يعني انا واحد من الشركاء، ولكن الشركاء كلهم من العيله، هبقول لكم عليهم برضو في الفيديوهات اللي جايه. بس طبعا اهم واحد فينا كلنا هو خالد ابن عمي، كان طلع معايا قبل كده في كذا فيديو عن حوار السوشي ده من اول ما بدا في الموضوع خالص، ازاي هو يعني مهندس اتصالات وقرر ان هو يشتغل في السوشي. هتليل والنور نور وعايزين نقعد مع الفاوندر نتكلم معاه. اتفضل يا شيف. اتفضل يا شيف. الكرسي طيب؟ انا نظفته اهو، اونر بينظف الكرسي، كو فاوندر. طب قول لي هنقول ايه؟ انا بسمي نفسي فاوندر اند سي او. فاوندر اند سي او، متواضع طول عمرك، متواضع مش حقيقه ولا يعني انت عامه انت طلعت في فيديوهات قبل كده انت بس ناسي. اللي ما شافش الفيديوهات القديمه بقى هحط لكم اللينكات بتاعتها، ولكن خالد الهادي ابن عمي راجل مهندس اتصالات سابقا. هو ده القرار بقى. هو ده القرار. زي ما انا كده من سنه قررت ان انا اسيب الشغل واقرر اعمل حاجات اللي انا بحبها. فايه بقى؟ انا اخدت القرار بان انا سبت يعني الفيلد بتاع الهندسه. يعني انت بقالك كام سنه شغال اصلا؟ 8 سنين. بقالي 8 سنين شغال فيلد الكوميونيكيشن. وبقالك كام سنه بتعمل سوشي؟ 2 years بالظبط. سنتين وقررت ان انت خلاص كده قفلنا الموضوع ده. السبب الاساسي ان انا لقيت حاجه بحبها. لقيت حاجه فعلا انا بحب اعملها، بقدر اعمل حاجه. انا كان عندي اصلا الموضوع ده من زمان، ان انا احب اعمل اي حاجه في المطبخ، وكانت متعتي ان انا اعمل حاجه واديها لحد ياكلها ينبهر بصراحه يعني. بس طبعا قرار انت تسيب الشغل ده قرار صعب اكيد. ما
ما هو ده ما جاش على طول بصراحه. ساعدني اكتر في الموضوع ده تشجيع الناس ليا، صحابي قرايبي اولاد عمي ليا، ده اللي خلاني فعلا اتجرأ واخد الخطوه دي. انا بتكلم في المواضيع دي علشان ايه بقى؟ لان في ناس كتير بتبقى عايزه تتشجع، عايز يشوف حد عمل حاجه عشان يتشجع. الواحد دايما بيحتاج ناس حواليه تشجعه، فانت لو مش لاقي الناس اللي حواليك تشجعك ممكن تتفرج على فيديو زي ده تتشجع، ممكن تشوف اي امثله عامه، او تحط نفسك دايما في مجتمع ليه علاقه بالحوارات انا حد فعلا حابب الحوار ده او عمله ونجح فيه، هتحس الموضوع ممكن فتبدا تتشجع اكتر ان انت تعمله. يعني انت لو كنت جيت لي فعلا من سنتين وقلت لي انت تخيل ان انت ممكن كمان سنتين تكون ده شغلك او بتفكر اي حاجه من الكلام ده، كنت اقول لك طبيب يعني اكيد لا، مستحيل اعمل حاجه زي كده يعني، يعني اكيد لا. بس زي ما انت قلت لما حواليا ناس بتشجعني وقالت لا اللي بتعمله ده مختلف، انا من طبعي بعمل حاجه بنبسط بس بخاف انه يكون حد بيجاملني. بس طبعا لما لقيت الناس اللي حواليا كلها بتشجعني وليت دي حاجه بحبها فعلا انا بعملها وببقى مبسوط، فده اللي شجعني اخد الخطوه يعني. طب احنا مش عايزين نحرق الكلام كله، لان احنا يعني في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم اكتر بقى عن السوشي وازاي بيتعمل وليه احنا مختلفين عن غيرنا، نخش جوه المطبخ ونطلع من المطبخ، ويعني في اكشن في الفيديوهات اللي جايه. فاحنا تعالى ايه ناخد لفه كده جوه المكان، نعمل تور، نعمل تور نتفرج على المكان كده وهو لسه ايه ما خلصش. احنا هنا في شارع 90 الشمالي في مول اسمه بولاريس، قدامنا على طول هنا جامعه المستقبل اف يو اي، ورا جامعه امريكيه، يعني في منطقه يعني لذيذه. فتعالى نخش نتفرج على يلا بينا. ده شارع 90 الشمالي اهو، الشارع ده كله، فاحنا جوه هو المول عباره عن فود هاب وطبعا مطاعم، فاحنا المطعم الخامس سوشيمي باي كي بقى، ده الريستورانت. ايه سوشيمي باي كي دي؟ سوشيمي باي كي ده البراند جاي من سوشي مي، يعني سوشي يعني اديني سوشي، يعني زي ما اديني سوشي اديني سوشي بالظبط كده. باي كي ده عشان البراند ده احنا مبني على انه في ايدنتيتي، وده الفرق ما بين اي منا واي ريستورانت تاني، انه انا كاونر انا نفسي انا اللي بعمل السوشي، فده بيبقى يعني بيدي زي ما تقول المكان هنا ليه كاركتر او ليه ايدنتيتي اكتر من اي مطعم تاني، انك بتتعامل مع اورجانيزيشن او انت مش عارف مين اللي بيعمل السوشي او مين البيهايند الايديا او المطعم اللي بتاكل فيه. بس فالراجل الايدنتيتي اهو والريستورانت اهو. احنا عندنا المطعم بيتقسم لثلاث اقسام، قسم اول دور الناحيه دي قدام النافوره، في هنا نافوره، والقسم اللي في النص اللي هو الاندور اريا، وبعد كده في اول دور اريا ورا اللي هي اكبر منطقه في المطعم. طيب شاركوا النهارده ولا ايه؟ لا دي بقى خليها الفيديو اللي جاي، الفيديو اللي جاي بالدليل. هو المطعم زي ما انت شايف كده واخد طابع الدارك او انه فاين دايننج شويه. احنا عندنا هنا تو كاوتشز في الاريا دي وواحده زي الناحيه الثانيه. هنا ده اللوجو بتاع سوشيمي بس لسه هياخد لون الجولد، وده بقى زي ما احنا شايفين كده ده كونسبت جديد احنا عاملينه، اللي هو ندي عشان نعمل الاكسبيرينس الحقيقيه للسوشي، لللايف سوشي. هو السوشي اصلا بره بيبقى انت بتقعد وبيبقى الشيف واقف مخصوص على البار ده عشان يعمل لك السوشي فريش ويسيرف لك بيس باي بيس، فده كونسبت جديد مش موجود في اي مطعم هنا في مصر خالص، غير البار التاني اللي هو بيطلع السوشي. احنا ممكن نيجي نبص اصلا على البار التاني اللي بيطلع السوشي اصلا كله، ده البار الاساسي اصلا اللي بيطلع اللي بيبقى واقف عليه التيم كله، كل المطاعم ده اللي بيسيرف اصلا الريستورانت كله. هي دي بقى اللايف اكسبيرينس، ان انا ابقى قاعد على الترابيزة في ليفل عادي مش ليفل عالي، لان مثلا انت ممكن تتخيل انه بار بقى فانا هبقى قاعد فوق، فان في ناس بتبقى قاعده فوق، لا انت قاعد في مستوى الترابيزه العاديه بالزبط. قدامك الشيف كي شخصيا اللي هو مش طالع في الصوره دلوقتي، اطلع تعال ندخلك معانا. ايوه كده بالظبط كده، انا ببقى واقف على الليفل ده خلاص وتاكلني بقى كل حاجه بتتعمل هنا قدامك لايف، سواء تقطيع السمك سواء كل حاجه، واديك بقى ايه سيرفي لك كل حاجه فريش فريش، كل بيس كده تدوقها وتحس تقبل الاكسبيرينس بقى الحقيقيه بتاعت السوشي. الله اديني في الاكسبيرينس الحقيقيه. عامه يعني في الفيديوهات اللي جايه في بقى مرحله اللي هي اللي احنا ايه هنقعد نعمل رولات بتاعتنا، بس طبعا مش هنطلع اسرارنا بره، بس يعني هنيجي نجرب بقى حاجات جديده ونتفرج على السوشي وهو بيتعمل لايف قدامنا. واحنا قدامنا كام يوم اصلا ونخلص وش النظافه ده؟ لا احنا ان شاء الله على يوم الخميس يومين والله خلصان، يعني قدامنا يومين وهو اصلا المكان متشطب اوريدي، بس هو في ايه كان وش النظافه في الاخر ده مستنيين ان احنا نكون خلصنا كل الشغل عشان يعمل اخر وش بقى قبل ما الناس تخش. فاحنا قدامنا يومين بالظبط ان شاء الله ويكون وش النظافه ده خلص، التيم يخش تلاقي بقى في ناس بتجري بقى هنا. بس لان افتتاح زي ما قلت لكم كده ايه كمان شهر بالظبط او اقل من شهر كمان ان شاء الله ان شاء الله.
يعني ماما جت كمان تتفرج على المكان. فيديو النهارده كده خلص، يا رب يكون فيديو عجبكم، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بقى ايه هنبدا نخش في يعني تفاصيل اكتر. وايه في حاجه مهمه نسيها، الناس اللي عماله تبعت لي علشان الجيف اواي بتاعه الفيديو اللي فات، او الناس اللي مش عارفه الجيف اواي بتاعه الفيديو اللي فات، فالنهارده بالليل على انستجرام عندي هكون بعمل السحب على الجيف اواي. الناس اللي مش عارفه وريهم، فالجيف اواي كاميرتين انستا 360 وسامسونج M31 وايفون 11. هتلاقوا تحت في اول كومنت لينك الانستجرام عشان لو حد عايز يشترك في المسابقه قبل السحب النهارده بالليل، وهسيب لكم انستجرام بتاع سوشيمي باي كي، وبخشوا كده اتفرجوا على السوشي والشغل اللي احنا عاملينه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. والله العظيم اقسم بالله العظيم في اول ما بدات الموضوع ده في اول 3 شهور كل يوم كنت بعمله، ارجع البيت اقول والله العظيم اعملها تاني بكره. والله العظيم يا ابني انا كنت بصحى الصبح الساعه 5 الفجر، انا اللي اعمل الجمبري واعمل الرز واشيل الحاجه واروح بعد كده اطلع استحمى بسرعه وبعدين اشيل الحاجات احطها في العربيه واسوق واروح عند الناس، وانا لا واشتغل عند الناس، وبعد ما اخلص اخد منهم الاطباق اغسلها وامسح الارض وامشي، والله العظيم واشيل كل حاجه واوصل البيت الساعه 10 بالليل. بوصل بقى طبعا لا جيم ولا حياه ولا اي حاجه خالص، بوصل على السرير طبعا. صح؟ ايه؟ ما كانش معاك تيم ساعتها صح؟ ولا حاجه، بعمل كل حاجه. بس هي جت كده.